وعودة إلى زميلنا أشرف سويلم من شمال سيناء، وكنا أذعنا على حضراتكم منذ لحظات الخبر الأبرز، وهو قرار اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء استئناف الدراسة في مدارس الشيخ زويد ورفح، وذلك ابتداء من الأحد المقبل. وكان اللواء عبد الفتاح حرحور قد علق الدراسة في المدارس في 20 نوفمبر الماضي لأسباب أمنية تتعلق بأمن شمال سيناء، وأيضا مديرية التربية والتعليم أعلنت إنهاء كافة استعداداتها لعودة الدراسة بشكل طبيعي. خلونا نشوف مراسلنا أشرف سويلم من شمال سيناء، ربما عنده مزيد من التفاصيل. أهلا بك يا أشرف. تحياتي دينا. طبعا مع نجاح الضربات العسكرية، طبعا كان في ضربة عسكرية مكبرة بدأت 19 نوفمبر الماضي، وبناء أو في ضوء على ضوء هذه الضربة العسكرية كانت مطولة استغرقت 10 أيام، كانت حملة مكبرة جدا ضد معاقل التكفيرين في رفح والشيخ زويد. طبعا في ضوء ذلك قرر سيادة المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور تعليق الدراسة وقتها في تاريخ 20 نوفمبر الماضي لأجل غير مسمى، حفاظا على أرواح وحياة الطلاب والتلاميذ في جميع مدارس رفح والشيخ زويد والبالغ عددها حوالي 195 مدرسة. طبعا مع عودة الهدوء مع يعني الاستقرار الأمني نوعا ما، بالإضافة إلى السيطرة الأمنية الكبيرة من القوات المسلحة على هذه المنطقة واختفاء العناصر التكفيرية مع بداية الضربات العسكرية في 19 نوفمبر الماضي وما حققته هذه الضربة من قتل 48 تكفيري علاوة على تدمير أكثر من 2000 بؤرة إرهابية، طبعا يعني رأت الأجهزة الأمنية والتنفيذية على رأسها سيادة المحافظ عودة الدراسة الأحد القادم بجميع مدارس رفح والشيخ زويد. وأيضا هناك أنباء يعني ربما تكون مؤكدة، ساعات حظر التجوال ربما ستشهد تقليل في ساعات حظر التجوال في رفح والشيخ زويد والعريش بدءا أيضا من الأسبوع القادم. هذا ما يتعلق ب طيب أشرف اسمح لي نرجع تاني للحملة المكبرة للقوات المسلحة في سيناء واللي بسببها اتخذ اللواء عبد الفتاح حرحور هذا القرار بمناسبة عودة الأمان والهدوء نسبيا لهذه المناطق. عايز أسألك عن هذه الحملة، لأن الخبر بيقول أنه تم يعني القبض على أو تصفية عفوا 6 عناصر إرهابية شديدة الخطورة كانت بتجهز لعملية إجرامية بتستهدف محطات المياه والكهرباء، هل عندك مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع؟ يعني هو شوف يا دينا، يعني كان احنا عندنا نوعين دلوقتي من الضربات العسكرية. أول حاجة الحملات المكبرة وهي عبارة عن 10 أيام متواصلة بين الحين والآخر يتم تنفيذها، تم تنفيذ مرحلة أولى منها في 19 نوفمبر الماضي وانتهت السبت الماضي، دي أنجزت نجاحات كبيرة جدا. ثم تحولت القوات المسلحة إلى نوعية أخرى من الضربات العسكرية وهي الضربات النوعية التي نعيشها في الوقت الراهن، بدأت من الأحد القادم مستمرة حتى الآن، حتى تعود الضربات العسكرية المكبرة مرة أخرى لمدة 10 أيام متواصلة وهكذا، وكل ضربة عسكرية مدتها 10 أيام قادمة بتكون أكثر عنفا. إذن إحنا دلوقتي بنعيش ما بين كل ضربة عسكرية وأخرى من الضربات المكبرة ما يسمى بالضربات النوعية، بنعيشها الآن من خلال حملات عادية. قتل من الأحد القادم حتى اليوم حوالي من الأحد الماضي حتى اليوم نعم حوالي 7 عناصر في 5 عناصر يوم الأحد وعنصرين يوم الاثنين، حتى سيادة العميد محمد سمير أعلن عنهم. طبعا في عندنا في منهم يعني بينتموا لعناصر جماعة أنصار بيت المقدس طبعاً الإرهابية طبعا تنظيم أنصار بيت المقدس. أنا عايز أقول لك إن العناصر اللي هي من الصف الأول وعلى رأسها رأس الأفعى كما ذكرنا من قبل، الملقب بكنيته أسامة المصري أبو أسامة المصري اللي هو بيقود التنظيم الشمالي، مختفيين تماما. لكن في أنباء مؤكدة دينا إن في نشاط بيجري عبر الأنفاق خلال المرحلة، برغم إخلاء الشريط الحدودي بعمقه 500 متر اللي هي المرحلة الأولى اللي احنا انتهينا منها، وطبعا بيتم تسوية المنطقة الآن تمهيدا لإقامة المنطقة العزلة. فطبعا وقت أو مع بداية إخلاء الشريط الحدودي في المرحلة الأولى كان في حوالي 28 أكتوبر الماضي بعد حادث كرم القوات. طب أشرف، مش كان في كلام أنه ربما يتم يعني اتخاذ قرار بزيادة عمق المنطقة الحدودية وفقا للأنفاق اللي تم اكتشافها وطولها وانتشارها في نعم. المنطقة؟ بالفعل يا دينا، ما انا كنت عايز اقول لك ان مع بدايه اخلاء الشريط الحدودي في 28 اكتوبر تم ضبط 50 نفق داخل عمق ال 500 متر، لكن للاسف طبعا تم اكتشاف انفاق او تم ضبط 20 نفق بطول ما يتراوح من 800 متر ل 1750 متر ايضا خلال المرحله السابقه، لكن خلال 72 ساعه الماضيه
تم ضبط 5 أنفاق بطول 2 كيلو متر. الجانب الفلسطيني بيتحدى الامن القومي المصري، وهم قالوا في الجانب الفلسطيني احنا بنتحدى الجيش المصري ان احنا هنقدر نعمل انفاق بطول باطوال تصل الى 3 كيلو متر. وطبعا هم عندهم معدات حديثه المانيه بتعمل بتساعد على حفر الانفاق بشكل سريع جدا وبحرفي جدا، وهم محترفين في هذا المجال. لذلك لتامين المنطقه الحدوديه ولضمان سلامه الامن القومي بشكل اكبر، وطبعا البطوله المطلقه بيلعبها اهالي الشريط الحدودي لانهم متجاوبين جدا مع اي قرارات جديده. طبعا تم تشكيل لجنه من مجلس مدينه رفح بدات بحصر منازل المواطنين في 500 متر جديده، يعني احنا عندنا مرحله ثانيه عشان نوسع الشريط الحدودي او المنطقه العازله 1000 متر، ربما تصل الى مرحله ثالثه ورابعه. وطبعا الاهالي متفقين تماما على دعم الامن القومي المصري، وطبعا في تعويضات ماليه مرضيه في 155 مليون جنيه تم صرفها 424 اسره حتى الان. وطبعا الاهالي يعني هو دي النقطه الفيصل، ان الاهالي متجاوبين والاهالي وطنيين جدا جدا ومتجاوبين مع القرار خلال المرحله القادمه باذن الله، وستبدا عمليه الاخلاء ربما قريبا بالنسبه ل 500 متر القادمه لتوسيع المنطقه العازله عشان نضمن سلامه الامن القومي المصري، لان التهديدات ما زالت قائمه. التهريب ما زال بيجري حتى الان في انفاق طولها بيصل 2 كيلو متر، يعني العناصر الارهابيه فيها عناصر هربت لغزه وفي متفجرات ما زالت بتصل من غزه الى سيناء. لا، وفي عناصر بتهرب لجنوب سيناء، وده برضو جنوب سيناء، هذا غير صحيح. يعني الخبر كان بيقول كده، يعني انت بتقول ان ده مش صحيح. طيب كويس انك انت تصحح لنا الخبر، لان ده كان حاجه مقلقه. احنا بنتكلم عن مناطق سياحيه وبنتكلم عن مناطق بيرتادها الناس من جميع انحاء العالم، فده كان خبر كويس ان احنا ننفيه. اذا فقط جديدة تم ضبطها ارهابي ضبطه بلابتوب، اللابتوب دوت كان الاسبوع الماضي قياده الجيش الثالث الميداني نجحت في ضبطه لانها محزمه المنطقه في وسط سيناء استحاله، وطبعا بمساعده قبيله الطرابين وقبيله التياها استحاله حد يقدر يعدي لحد جنوب سيناء. يعني تحزيم منطقه وسط سيناء بتمنع تماما عبور اي ارهابي من طبعاً شمال الى جنوب سيناء. طبعا في عنصر ارهابي تم ضبطه معاه لابتوب بحوزته لابتوب، طبعا قياده الجيش الثالث نجحت في ضبطه، وتبين اللابتوب عليه تدريبات لانصار بيت المقدس في جنوب رفح على ايدي جهاز استخباراتي اجنبي، يعني يقال ان هو من حماس، لكن طبعا ده انجاز كبير جدا لقياده الجيش. وكان قاعد فين بقى في جنوب سيناء؟ كان قاعد فين؟ مش في جنوب سيناء دي، كان بيتحرك من الشمال الى وسط سيناء. اول ما دخل وسط سيناء منطقه مكشوفه يا دينا، صعب جدا العناصر تغامر بروحها بارواحها ان هي تروح من شمال لوسط، لانها لو دخلت وسط سيناء او جنوب هتكشف نفسها في عراء تام في الصحراء، فيتم ضبطها بسهوله سواء كان من الجيش او من الاهالي، لان الطرابين قبيله الطرابين قبيله عظيمه جدا جدا بتسلم الجيش اي عنصر دخيل على المنطقه. لذلك يستحيل اي حد يقدر يهرب، احنا طبعا لان في خطه عسكريه محكمه وحصار محكم باغلاق الشريط الحدودي، وايضا انتشار للجيش الثاني والثالث في وسط سيناء، انتشار غير عادي يا دينا. بشكرك جدا اشرف سويلم مراسلنا من شمال سيناء.